أسئلة عن سيروم رموش مظالة، فانفتحت علبة جديدة عشان أوريكم. في نقطة إنه كتير بنات سألوني إنه السيروم لونه أبيض، ترى عادي، هو شوفه هو لونه أبيض، فطبيعي إنه عادي يطلع لكم لونه أبيض، بس لما تحطوه على رمشكم ما رح يكون في لون. رح أوريكم بنات طريقة استخدام سيروم مظالة، لأنه كتير بنات بيواجهوا مشكلة في استخدامه. أول إشي إنه ما يكون السيروم كتير على الفرشاية، يكون عادي، وتبتدوا تحطه على طرف الرمش. بس لما تحطه على طرف الرمش شوفوا كيف الكمية بسيطة، السيروم أوريدي حيوصل للجذور. شوفوا حتى في أماكن صار فيها أبيض، غلط، أوكي، لأنه لازم أنا نظف كتير منيح من السيروم، يعني خليت بس كمية بسيطة. نفس الاشي الرموش السفلية، شايفين كيف؟ بس مسحة بسيطة. حطوا كل يوم انتوا قاعدين بالبيت، قبل ما تناموا بالليل، اي وقت بتحبوا. اهم اشي انه الكمية كتير بسيطة وما يصير فيه لون ابيض، وما تقربوا على الجذور.